بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، شوطنا الثاني عشر الذي انطلق منذ هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة. نتمنى دائما التوفيق والناموس. الأسد، الله يا الأسد، إذا كشر عن نيابة خطير محمد بن عبد الله بدبيلة الفلاسي، النقل على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، ثاني المراكز هناك أيضا بنتعرف عليه. اللي في المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك سمهوي على ما أظن في ثاني المراكز، ولا بقول زناد، للسيد علي بن حبروت بن سلطان نجتبي ثالث المراكز. هناك الذيب عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وفي المركز الرابع همام عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة نجتبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك الطاير محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة. وسادس المراكز ما شاء الله في المركز السادس شعار حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهلي، ايضا حاضر مع هذه الانطلاقات الجميله، حاضر مع هذه الانطلاقات المميزه. من يقدم حظ على المركز الاول، المركز الخامس، نقلتنا الى المركز السادس. هناك سمهوي سالم بن سلطان بن عجين نجتبي، المركز السابع مغيض لمنصور بن سيب بن خلفان على غويص. نتمنى ان شاء الله توفيق النقله على المركز الثامن. اللي في المركز الثامن هناك ايضا حاضر بثامن المراكز سياف راشد بن مبارك بن محمد بن هلي. وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع ما شاء الله الراوي لسيف بن مهير بن واس. وعاشر المراكز هناك مردف السيد عبد الله بن سعيد بن غرير على جتبي. هكذا كانت هي النتيجة، هكذا كانت هي النتيجة، هكذا كان هو العنوان الوصف التفصيلي. ولكن وين الأسد؟ وين الأسد؟ وين إنجازاته؟ وين علومه اللي انفرد عن بقية المراكز؟ بنخليها ما بني أبدا، ما بنتقرب منه، خله ياخذ راحته مرة، خله ياخذ راحته، خله يسوي لنا عرض ممتاز. ولكن هنا مصورنا المتألق علي بي يسوي له زوم، بيسوي له ترتيب مميز. نتمنى لك التوفيق أبو عبد الله، نتمنى لك التوفيق مع الأسد، نتمنى لك الناموس. النقل على المركز الثاني، هناك الذيب عتيج ومطر بن حسن القبيسي. انتقل وياكم الى ثالث المراكز زناد للسيد علي بن حبروت بن سلطان نجتبي، المركز الرابع مغيض منصور بن سيف بن خلفان لغويز. ايضا حاضر حاضر والمتابع لكل هذه الانطلاقات. ولكن من اللي تدخل؟ من اللي تدخل من الجانب الاخر؟ اتقدم شوي، اتقدم شوي، خلني اشوف رقمه، خلني اشوف رقمه، خلني اتابع. حمام عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوه بن عجيل، يا بن عجيل، ايضا حاضر مع هذه الانطلاقات. سمهوي سالم بن سلطان بن عجيل على اجتبي. ولكن الكيلو الاخير، الكيلو الاخير، كيلو الامتحان، كيلو السبوق اللي تريح اعصابك هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز على ارضيه هذا الميدان. بسم الله يا بن هلي، يا بن هلي اللي فاجانا في اللحظات الاخيره، ما شاء الله تبارك الرحمن. سياف راشد بن مبارك بن محمد بن هلي، يا بن هلي، باي 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 يا بالدبيل، باي 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 يا بالدبيل، باي باي. يتلفت على اليسار وعلى اليمين، اشهد لنا، اشهد لنا، اشهد لنا هذا السبوق اللي يريح اعصابك. شكرا يا محمد يا بن عبد الله يا بالدبيلة على هذا الأداء اللي يقدمه الأسد، اللي يقدمه الأسد في هذه الانطلاقة الجميلة، في هذه الانطلاقة المميزة. محمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي، قلت لكم هناك عند منتصف الطريق حذاري من هذا الاسم، حذاري من هذا الأسد. سلام
لكم الخوانيج 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 الأقرب لهذا الناموس دانينا محمد بن عبد الله بن دبيلة. وينحدر أيها الإخوة من سلالة الشبابي المركز الثاني لراشد بن مبارك بن هلي المركز الثالث أيها الإخوة لسيف بن مهير بن واسج تبي المركز الرابع. هناك شعار رابع مراكز أيضا سالم بسطام بن عجيل الاجتبي وعتيج بن مطر بن حسن القبيس. حي الأسد حي الأسد حي هالسلالة حي هالطاري ما شاء الله 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 يا شبابي وانتاجك الشبابي وانتاجك أثبت وجود ما شاء الله في هذا الانطلاق الجميل. أبدا ما يعرف المركز الثاني 6 دقائق ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن دبيلة الفلاسي على هذا الناموس الجميل الذي قدم الشباب في هذه الانطلاق الجميل هذا الانطلاق المميز. تهانينا لأهل الخوانيج كفة وين ما يسكن محمد بن عبد الله بن دبيلة.